تعرف وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سمعت ناس كثير يقولون لك الحوقلة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله هذا دعاء يغير حياة ناس بفضل الله سبحانه وتعالى. بس تعرف وش معنات لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني أنت يا إنسان ترى مالك حيلة، لا تحول لك من حال إلى حال إلا بأمر الله، ولا فرج لك من بعد هم إلا بأمر الله، ولا يسر من بعد عسر إلا بأمر الله. فأنت في حياتك من الألف إلى الياء بأمر الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أنت تخرج حيلتك إلى حيلة الله سبحانه وتعالى، تخرج قوتك إلى قوة الله سبحانه وتعالى، فتسلم أمرك بالكامل وتكمل حياتك. بس إنك تعلن احتياجك الكامل لله سبحانه وتعالى، يعني رزقك بيد الله، وسعادتك بيد الله، وتوفيقك بيد الله، ونجاحك بيد الله، حتى هدايتك تراها بأمر الله. استشعارك لهذا الدعاء ومعناه يخليك تقوله وأنت مرتاح وقلبك يبغى يقولها أصلا، لأنه عارف معناه، يستشعر هذا المعنى العظيم ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويعيش حياته مطمن ومرتاح. سمعت ناس كثير يقولون الحوقلة، طيب من اليوم ابدأ الحوقلة وخل على لسانك دائما لا حول ولا قوة إلا بالله، وشوف آثارها وعجائبها في حياتك. والله يسعدك.